الصحراء. هذا زيلينسكي ما زالت معه، عدى مرار، الآن عرضية متابعة، مستحيل يا ربان، هدف الدوري، هدف الدوري يسجلونه الآن في الوقت الأخير. المسألة مسألة لقب، الحلم أصبح حقيقة. راس بادوري، راس الدوري، راس الدوري من معقل اليوفنتوس، من معقل اليوفنتوس. لا يمكن لنابولي إلا أن يقف على أقدامه، لا يمكن لهم إلا أن يحققوا حلمهم. ذكريات دياغو تعود، ذكريات مارادونا تعود بأقدام لاعبي نابولي. بديل كفارة يسجل ما كان على كفارة فعلا. يا الماس، عرضية من الماس، من الماس، لكن زيلينسكي هو الذهب، هو الذهب. يا راسبادوري الله على الطاير، يا راسبادوري الله على الهدف القاتل، يا راسبادوري الله على طلقة في قلب اليوفنتوس وفي قلبي هذا الدوري. مستحيل يا نابولي، لا يمكن أن يفرطوا بالحلم، لا يمكن أن يتركوا الدوري، لا يمكن إلا أن يعودوا بفوز كبير هنا 1-0 بعد كرات ألغيت لليوفنتوس. يا راسبادوري، أي ورقة رابحة.